نعلم أنك من محبي قصص دارك ويب، وأنك تعشق الرعب والأشباح، وأنك أحيانا تريد سماع قصص الخرافات والأساطير. إذن أنت في المكان الصحيح. خمس مقاطع مرعبة سجلتها كاميرا مراقبة منازل بالصدفة. يقول صاحب هذا المقطع: أنا لم أرى هذا الفيديو إلى غاية اليوم التالي، أصبت بالذعر الشديد. هذه العجوز معروفة في حينا، فالجميع يظن أنها مجنونة، والبعض الآخر يقول أنها قد أصيبت بمس شيطاني. ذعرت لإخايا فكانت تقوم بحركات غريبة وتحمل سكينا بين يديها، ترددت في طرق جرس الباب. لو أنها دقت الجرس وفتحت الباب، ما الذي كان سوف يحدث؟ أظن أنني محظوظ للغاية. ركز في هذا المقطع للغاية، سوف ترى شيئا مرعبا. قدمان فقط تسيران، والجزء العلوي من جسد هذا الشخص أو هذا الشيء لا يظهر أبدا. أصيب صاحب الفيديو بالذعر الشديد لدرجة أنه قام بتغيير مكان إقامته بعد رؤيته لهذا الفيديو. قالت جين: لقد أصبت بالذعر الشديد بعد رؤيتي لهذا الفيديو. في الأول ظننت أن أصدقائي يمازحونني بلعبة سخيفة مثل العادة، لكنهم أنكروا جميعهم بعد أن سألتهم إن كان أحدهم قد زار منزلي ليلا عندما لم أكن أتواجد به. لقد نكروا جميعا. أظن أن هنالك شخصا كان يريد قتلي. لو أنني كنت ببيتي ذلك اليوم لكنت في عداد الموتى. الجميع ظنوا أن ذلك يوم من أيام الهالوين، لكنه كان يوما عاديا للغاية. تصرفاتها غريبة، وقالت كلاما لم أفهم منه شيئا. هذا ما قاله جون بعد أن قام بتقديم بلاغ ضد جارته التي أنكرت زيارة منزله ليلا، وأنكرت قيامها بأي فعل من الأفعال المذكورة إلى غاية أن أراها الفيديو. فلم تصدق وأصيبت بالرعب الشديد، لأنها قالت أنها نامت باكرا تلك الليلة. يقول صاحب هذا المقطع: لم أتواجد بمنزلي خلال تسجيل كاميرات المراقبة لهذا الفيديو. امرأة تصرخ صراخا شديدا وتطلب النجدة، وزوجها يمرحها ضربا. لقد خفت عليها كثيرا فتقدمت بهذا الفيديو إلى السلطات. لقد وجدت الجاني، لقد كان يعنف زوجته كثيرا إلى غاية أنه أدخلها في غيبوبة. احذر، فأنت لا تعلم أبدا ما قد تسجله كاميرات مراقبة منزلك. كن حاضرا للغاية. غريب.